السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه myarchitectai.com. الموقع ده بيعمل ايه؟ انت بتبدأ ترفع له حاجة انت رسمها سكتش بالشكل دوت، وهو يبدأ يعمل لها الرندر بتاعه بالشكل دوت. انت تعمل سكتش وهو يعمل لك الرندر. مع ملاحظة ان عشان النتيجة تطلع كويسة، فانت لازم تدي له صورة تكون الريزولوشن بتاعتها واضحة. لو الصورة صغيرة او الريزولوشن بتاعها وحش هيبقى في مشكلة. انت بترفع الصورة وبعد كده بتعمل كاستمايز، وبعد كده تلاقي الرندر ظهر معاك بالشكل دوت. وطبعا في اركتكتشر، في انتيريو ديزاين، في يخدم فئات كتيرة جدا، وفي فري وفي تدفع فلوس. تمام، الفري ده 10 صور كل شهر. فهقول له ان انا عايز ارفع صورة، اقول له اوبن، وبعد كده انت تبدا تشوف شوز يور بيلدينج تايب، هل هو ريزيدنشال هوم ولا دي الصوره اللي احنا رافعينها. تمام، ولا اوفيس بيلدينج. الثلاثه الاولانيين دول يعني مجاني، الباقي كله بقى ايه؟ بفلوس. طيب الستايل اللي انت عايزه، في حاجات تايب ببلاش وفي حاجات تانية بفلوس. اللوكيشن بتاعك هيبقى انت عايزه خشب ولا ستيل ولا كونكريت، وعايزينه مثلا في انهي موسم، هو في الشتا بس اللي عامله بفلوس. طيب هقول له ابدا اعمل الصوره، فهتبدا تطلع معانا الصوره بالشكل دوت. خلينا نعمل لها تكبير. ممكن تعمل داونلود للصوره لو انت حابب. تخيل هو خد بس السكتش البسيط دوت اللي حولها للصوره دي بالشكل دوت.